السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو الإجابة على أسئلة المتابعين، أخذت قسم من التعليقات وراح أجاوب على تعليقاتكم. التعليق الأول يقول أنا امتحن الدور أول وامتحن الدور ثاني، إذا طلعت كمال امتحن دور ثالث لو عيد السنة. نقول إن شاء الله تطلع ناجح أول مرة وأكو دور ثالث، يعني إن شاء الله ما تعيد سنة، بس 100% أكو دور ثالث. ستي إذا مدرستي زيهم أسود عادي ألبس رصاصي يقبلون؟ هي حسب المدرسة، المدرسة شد تقولك أو تقولك يعني زي مالتهم شنية رصاصي أسود نيلي حسب المدرسة. نلبس تيشيرت أبيض، قالوا أبيض جواري بيض صدرية نيلي، ما ألبس إلا شنو. المهم يوم الزي حسب المدرسة شو تخصص، هي الوزارة قالت رصاصي ونيلي وأبيض وأزرق، بس هي يعني شوفوا المدرسة مالتكم شنو الزي مالتها حسب زي المدرسة. أكو حذوفات لسادس الابتدائي؟ إن شاء الله أكو، هو أكو الحذوفات نفسين، بس الرياضيات نزلت البارحة المنهج الجديد، أكو موجود بهذا بالقناة، البارحة نزلت الحجاب ماله شغلة، أي حجاب أي الحجاب أي لون تلبسون. دوام حضوري لو إلكتروني؟ يوم 4 أيام حضوري وإلكتروني يومين. دوام حضوري قلناها 4 أيام دوام حضوري ويومين إلكتروني. قصدهم باللون الأزرق يعني كوباي؟ أي عادي، هذا الكوباي للولد عادي الأزرق. إذا دومنا هسه شو وقت راح نخلص؟ إذا داومنا غير هي سنة كاملة، هي نهاية الخامس يعني شهر السادس إن شاء الله مكملين كل شيء. السؤال الدوام أي يوم؟ قلنا البارحة نزلت واليوم نزلت 1/11 يوم الاثنين. صدق يقولون راح يعطلون المدارس؟ لا ماكو خبر، ماكو هيج خبر، الدوام رسمي يوم الاثنين 1/11 هو الدوام. ست عادي ألبس رصاصي؟ قلنا يوم حسب هذا حسب الزي مالت المدرسة، وهذا هم التعليق حبيبتي حسب زي المدرسة، شنو زيكم تلبسون. هاي هم قلنا حسب المدرسة زي المدرسة. الدوام متأجل لو لا؟ ماكو الدوام متأجل، تعطيلي الدوام 15 بالشهر ماكو هيج خبر. رسميا وزارة التربية يوم الاثنين 1/11 هو يبدأ الدوام، 4 أيام حضوري يومين الكتروني. اقدم على الامتحان الخارجي، ممكن اعرف باي كتاب ابدي؟ اقرا انجليزي رياضيات الاجتماعيات، تخصصي لك او تخصص لك فد يوم، يعني كل يوم مثلا ابدي بي كتابين يعني. بالبداية يعني الصبح يعني بهاي العلميات مثل رياضيات انجليزي فيزياء كيمياء، وبالليل ابدي يعني بالحفظيات اجتماعيات. شوفي شلون تبدين الكتروني، 4 أيام حضوري ويومين الكتروني. السنة الجاية مثل السنة راحت ب4 مواد؟ لا هسه لحد الآن هي نفس الحذوفات، لكن حذف المادة لحد الآن ما تقرر هسه الوزارة، شو وقت تقرر؟ قبل الامتحان. فهسه تقول ماك أي مادة محذوفة، اقرأ المواد كلها. الدوام مو بعد 3 أيام، لعد احنا ما ندوم وياهم ثالث متوسط دور ثاني، ما عليكم بالدور الثاني دور الثالث، انتم عليكم دوامكم يوم 1/11. كم مادة نمتحن بالوزارة؟ كل المواد حاليا، مو هسه تقرر الوزارة. شو وقت نتائج الثالث الدور الثاني؟ هذا الأسبوع إن شاء الله، هو آخر يوم هذا الأسبوع، يجوز اليوم بالليل يجوز باكر يجوز يعني بعد. يوم 1/11 يصادف امتحانات ثالث الإعدادي، شلون نداوم؟ ما إلى تأثير، شوف حسب المدرسة. شوفوا هي صح اكو مراكز امتحانية، بس حسب المدرسة شوفوا، إذا مثلا دوامكم صباحي وهم يمتحنون احتمال للظهر يعني ورا الظهر من الثنتين ورا هيك دوامكم، فاتفقوا ويا المدرسة. اللي رسبنا بالدور الأول الصف الثالث نداوم، ما أعرف شو أسوي. ها الراسبين لا ما تداومون هسه، انتظروا الدور الثالث، إذا ماكو دور الثالث لا سامح الله داوموا، شو تسوون؟ نداوم والنتائج بعدها
شلون نداوم؟ ما عليكم، داوموا، الناجح يداوم، واللي راسب ينتظر دور ثالث، اللي يطلع دور ثاني وما وزعوا النتائج إن شاء الله يوزعون النتائج قبل يوم 11. 11 يصادف يوم الأحد، شلون 11 يصادف يوم الأحد؟ يوم الاثنين الأحد 31/10 النتائج وين صارت؟ قلنا إن شاء الله بداية الأسبوع القادم، يعني سبيت أحد الدوام حضور الابتدائي هم يداومون، أنا صف سادس لحد واحد الابتدائي الكل يداومون، ابتدائي متوسط إعدادي. ها هي خلصت تعليقاتكم، إن شاء الله التوفيق.